معانا طبعا لازم نجهز الادوات. ايه العظمه دي؟ وانا عايز اقول ليوناردو دافنشي خد بالك عشان كبير المجال وصل. السلام عليكم يا فنانين. النهارده معانا الدكتور هيرو، هنعلمه النهارده ازاي يتعلم رسم وهنتعلم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ده الحمد لله. انت منور القناه بجد، يعني انت والدرع بتاعك، الدرع اللي احنا ساكنينه. الدرع ده فرق يا جماعه، ده بتاعي بس عادي، انا وفتحي واحد يعني حبيبي بجد. يعني انت وصلت الدرع ما شاء الله من 7000 مشترك. انا خلاص ده انا اكتفيت بده خلاص. يعني ان شاء الله هنعلم النهارده الدكتور هيرو منظر طبيعي بالالوان مائيه. فكل اللي احنا هنحتاجه علبه الوان مائيه موجوده في المكتبه، اي الوان بوستر مائيه، وهنحتاج ورق مربع ده 15 في 12 سنتي، ورق سميك، ورق 300 جرام عشان يستحمل الوان مائيه. لازم نهتم بالورق، وهنحتاج لزق علشان نلزق. يلا نلزق، يلا بينا. يلا انت جاهز نرسم الاول؟ اه والله جاهز ومتحمس كمان. قشطه. ويعني مره اخر مره رسمت في 6 ابتدائي، انت متحمس يعني؟ إشتا. يلا بينا. اللزق تعرف تلزق ولا لزقلك؟ لا لا هعرف. تعمل بقى دوك انت كأن واحد متعور بقى وتشد له اللزق. ومعنا باليتة الالوان المائيه، انت بقى ايه؟ 3 وانا 3. اوكي. هنحتاج فرشتين، فرشه كبيره وفرشه سنار رفيع زي ديت. معانا الادوات بتاعتنا، لازم ميه. ماشي. لازم ميه عشان نغسل فيها الفرشه بتاعتنا. تمام. وميه نظيفه، دي ميه نظيفه علشان نتاكد ان الفرشه مفيش فيها اي لون. يعني دي بعد ما ننضف دي بدي بالظبط كده. ومعانا السرنجه، معانا السرنجه، لازم سرنجه علشان اول ما نعوز ميه نحط نقطه بنقطه علشان ما تقومش ايه؟ اوكي، عشان ما يستخدمش ميه كتير. فرت السرنجه كلها وتبوظ الدنيا. ماشي. معانا ميه، يبقى لازم معانا مناديل. لازم. ويلا بينا يا جماعه نبدا نرسم عشان تشوفوا دكتور هيرو وهو فنان. يلا بينا. هنستخدم اللون الموف اللي غامق ده. حلو. هنبدا ناخد بالفرشه الكبيره دي ونحط. ايوه. لو لقينا اللون ناشف شويه بناخد بالسرنجه وبنحط سنتي في علبه اللون ونسيبه لحد ما يطرى شويه، وبعدين نبدا ناخد منه بالفرشه ونحط في الباليتا بتاعتنا. نحط نقطه بنقطه. تمام يا دكتور؟ تمام. بعد كده هنستخدم اللون الابيض، بس عشان نستخدم اللون الابيض لازم نغسل الفرشه ننضفها على الاخر. لازم. أوكي. لازم، لان لو في حته لون بسيطه في الفرشه هتبوظ اللون الابيض. فلازم نهتم جدا بغسيل الفرشه. بنغسل بالميه اللي هي البيضاء خالص دي، بنتاكد ان الفرشه مفيش فيها اي حاجه خالص، وبعدين نستخدم اللون الابيض نحط في الباليتا. بعد كده ناخد فرشه من اللون الابيض على فرشه من اللون الموف، وبعدين ندوبه هيطلع لون ميكس كده ما بين ده وده. بالظبط كده. حلو. اللي هو اللون الموف الفاتح ده. بالظبط كده. بس كده احنا خلصنا. نبدا بقى نرسم. هنفرد اللون الموف ده في النص كده، رايح جاي رايح جاي. ايوه كده بالظبط كده يا دكتور، تسلم. جميل جميل قوي. بعد كده هنحط اللون الابيض. فبعد ما غسلنا الفرشه كويس جدا هنحط اللون الابيض. نحط الابيض معايا فاصل بين اللون الابيض واللون الموف، ده اللي انا هعمل له دمج. الدمج يا سيدي، ببل الفرشه، بنبل الفرشه باللون الابيض ونمشي على الفاصل اللي هو اللون الموف الفاتح ده، رايح جاي، وافضل رايح جاي رايح جاي. اول ما احس ان الفرشه نشفت ببلها بله خفيفه وابدا رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ابدا انزل واطلع انزل واطلع على نفس الفاصل لحد ما الاقيه اتشال. طلع معايا فاصل جديد برده، امسك الفرشه بله خفيفه ورايح جاي عليه، رايح جاي رايح جاي. بس اهم حاجه الفاصل ما يبانش معايا. خلصت الدمج هنا، نطلع بقى فوق. اطلع اعمل لون الغامق اللي فوق، مش لازم اغسل الفرشه، رايح جاي رايح جاي. جميل قوي. بس الدمج برده نفس الطريقه، استخدم اللون الموف الفاتح ونمشي على الفاصل نشيله ونبل الفرشه بله خفيفه، رايح جاي رايح جاي لحد ما الفاصل يتشال خالص. كده يبقى انا عملت دمج. بعد ما خلصنا يا دكتور الدمج بتاعنا، ده اصعب حاجه في الرسم. حلو. اصعب حاجه في الرسم الدمج. بعد كده هنرسم الجبل بلون الموف الفاتح ده الاول، علشان الجبل كل ما هيبعد كل ما التفاصيل بتقل. فالاضاءه بتبقى افتح شويه. حلو. فهنعمل جبل بالموف الفاتح وقدامه جبل بالموف الغامق، شويه نغمقه شويه نحط له شويه بنفسجي غامق. كده معانا لون غامق. نعمل الجبل اللي بعد كده، نغمق كمان درجه ونعمل جبل كمان عادي، حاجه بسيطه كده على الماشي. بعد كده هنستخدم اللون الموف الغامق خالص، هنحط له شويه اسود بس، ويبقى الارضيه بتاعتي. والارضيه دي بقى هنرسم عليها الشجره بتاعتي. حلو. الشجره يا باشا انا اخد خط في النص، خط طويل كده بس بالراحه جدا، استخدم طرف الفرشه.
وننزل جميل قوي ونبدا بقى نعمل كده في النص، نقف على النص ورايح جاي رايح جاي، بس هو ده الرسم يعني. الموضوع بسيط خالص، صعب كده؟ نرسم شجره كمان، ممكن نرسم شجره كمان بنفس الطريقه، خط في النص رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، خلصت الشجره بالظبط كده. عشان نعمل بتاعه اللي هي النجوم ديت اللي في السماء، هنجيب فرشه سنان او بلاش فرشه سنان، هنستخدم الفرشه بتاعتنا هنبلها بله خفيفه ونحط فيها لون ابيض ونخبط بالفرشه الثانيه عليها كده. جميل قوي بالظبط كده، حلو بس حلو قوي. خلصنا، نبدا نشيل اللزق واحده واحده واحنا بنشيل اللزق عشان ايه ما يقطعش معايا اللوحه، ونسحب لبره كده. ايه رايك بقى؟ يا عم انا هفتح القناه ارسم عليها. خلاص خلصت الموضوع، طلع ايزي بس خبا. وانا عايز اقول ليوناردو، وانا عايز اقول ليوناردو دافنشي خد بالك عشان كبير المجال وصل، كبير المجال وصل. يعني خلاص هتغطى علينا بقى خلاص كده؟ طب سيبنا ناكل عيش يا اسطى، سيبنا يا اسطى ناكل عيش يا اسطى.